فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير، أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة. الآن في طلب ضم من سمو رئيس مجلس الوزراء بضم الاستجواب الثاني الموجه له من الأخ رياض العدساني إلى الاستجواب الرابع الموجه له من الأخت صفاء الهاشم. في أي اعتراض على الضم؟ إذا ما في اعتراض، أخ رياض. شكرا أخي الرئيس، أنا معترض على الضم ولكن يبقى قرار المجلس. شكرا. وفضل رئيس الوزراء يرد على كل عضو بحده. شكرا شكرا شكرا. إذا معترض واحد يعني ما يحتاج بعد إلى تصويت. إذا يضم الاستجواب الثاني إلى الرابع ويدرج كما ورد في جدول الأعمال. بسم الله، نبدأ الآن في مناقشة الاستجواب الموجه من السيد العضو الدكتور خليل عبدالله إلى